في محورنا الأخير سنقف عند تسيير روسيا والصين أول دورية مشتركة في المحيط الهادئ. أهلا بكم. قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفنا حربية روسية وصينية أنهت السبت أول دوريات مشتركة بينهما في الجزء الغربي من المحيط الهادئ والتي بدأت الأحد. وبحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية أجرت موسكو وبكين تدريبات على التعاون البحري في بحر اليابان في وقت سابق من أكتوبر الجاري، وعززتا علاقاتهما العسكرية والدبلوماسية في السنوات الأخيرة في وقت توترت فيه علاقاتهما مع الغرب. وراقبت اليابان المناورات البحرية عن كثب، وقالت الأسبوع الماضي إن مجموعة من 10 سفن من الصين وروسيا عبرت مضيق توسوغارو الذي يفصل بين الجزيرة الرئيسية في اليابان وجزيرة هوكايدو الشمالية. أصبحت منطقة المحيطين الهندي والهادئ نقطة محورية للتوتر خلال السنوات الأخيرة، في حين يصف مسؤولو قوات الدفاع الذاتي البرية الأجواء الأمنية المحيطة باليابان بأنها الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بحسب تقرير لشبكة CNN الأمريكية. وكشف التقرير عن إجراء قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية تدريبات عسكرية ضخمة لأول مرة منذ قرابة 30 عاماً، شارك بها نحو 100,000 جندي منذ سبتمبر الماضي وتستمر حتى منتصف نوفمبر المقبل. تأتي الدوريات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الصين وتايوان التي تعدها بكين إقليمياً من أقاليمها وتتوعد بإعادة توحيدها مع البر الرئيسي، وتعهدت واشنطن بالدفاع عن تايوان إذا ما شنت الصين هجوماً عليها. نرحب بالصحفي المختص بالشؤون الدولية من واشنطن إيهاب عباس. أهلا بك معنا إيهاب. إيهاب، بداية، كيف تقرأ كل ما يجري الآن من هذه المناورات؟ تفضل. يبدو أن هنالك مشكلة في الصوت مع إيهاب. إيهاب، تسمعوني؟ نعم، هل تسمعيني الآن؟ تفضل. عفوا، أنا أعتذر، المشكلة كانت من عندي. تفضل. أهلا بحضرتك وبكل المشاهدين. طبعا هذه المناورات تبعث برسالة حذر وقلق للولايات المتحدة الأمريكية بسبب التصريحات الأخيرة أيضا للرئيس جو بايدن التي أطلقها قبل يومين من أنه واشنطن ستتدخل عسكريا لحماية تايوان، وأيضا الرسائل التي بعثتها أمريكا عن طريق مجلس النواب ومجلس الشيوخ من أن هناك حزمة مساعدات عسكرية سيتم إرسالها بصورة سريعة إلى الجزيرة التي تقع في إطار يعني حزام من الممكن أن يسبب مشكلات خلال الفترة القادمة للولايات المتحدة الأمريكية، أعني هنا حزام الصين وروسيا وأيضا إيران التي ليست بعيدة عن هذا المكان، وبالتالي ستكون هناك مشكلات كبيرة جدا للولايات المتحدة إذا ما لم تتصرف بحكمة في هذا الإطار، خاصة من أن الخروج من أفغانستان يشكل أيضا مشكلة استراتيجية لواشنطن. واشنطن ببقائها في أفغانستان كانت أقرب قاعدة مثل قاعدة باجرام الجوية، كانت على بعد 400 كيلو فقط من الحدود الصينية، فكانت من الممكن أن تستغل بشكل كبير للضغط على الصين، وهي قاعدة قريبة أيضا من روسيا، لا يفصلها عن روسيا سوى دولة أوزبكستان. وبالتالي أعتقد أن الإدارة الأمريكية اليوم مطالبة باتخاذ تدابير كثيرة يعني تفهم أكثر للموقف. أنا أستغرب من أن كل هذه الأسماء الكبيرة في الإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تستشرف ما من الممكن أن يخبئه لها. طيب، هذه التدريبات سيد إيهاب لماذا تأتي في هذا التوقيت تحديدا يعني، ولماذا تم اختيار هذه البقعة الجغرافية؟ طبعا بقعة مهمة جدا، يعني دائما القوى الكبرى تحاول فرض السيطرة في البحار والمحيطات، خاصة المحيطات. المحيط الهادئ والمحيط الهندي هما محيطان كبيران، وهناك قدرات عسكرية هائلة وكبيرة للصين وروسيا كما للولايات المتحدة الأمريكية التي تجوب حاملات طائراتها العشر هذه الأماكن بكل أريحية. فاليوم عندما تكون هناك يعني قطع بحرية عسكرية روسية صينية تتجه في هذا
المكان لإجراء مناورات أو تدريبات أو على الأقل لإظهار القوة العسكرية وفرض الحالة، بمعنى نحن موجودون ونستطيع أن نصل إلى هذه الأماكن. هذه رسالة، طبعا رسالة تهديد قوية للولايات المتحدة، وأعتقد أنه ستكون هناك مراجعات استراتيجية للبنتاغون لحماية القومي الأمريكي بسبب ما حدث مؤخرا. أرجع مرة أخرى لموضوع أفغانستان، وبسبب يعني التوترات فيما يتعلق بمفاوضات عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع إيران، والتي لم يحل فيها حتى الآن أي شيء. خلاصة ما أعنيه أن إدارة جو بايدن التي جاءت إلى البيت الأبيض منذ يناير الماضي وحتى الآن تخسر الكثير من النقاط التماس القوية الاستراتيجية مع الدول الكبرى، وللأسف تعطي مربعات تقدم لهذه الدول على رقعة الشطرنج العالمية. لن تكون هذه التحركات في مصلحة واشنطن، وستكون دائما للأسف إذا لم يتم تداركها في مصلحة الدول الأخرى. طيب، السفن الحربية الصينية وأيضا الروسية عبرت لأول مرة جزر يابانية اليوم، كيف يمكن أن يقرأ ذلك، وواشنطن كيف ستتعامل مع ذلك؟ يعني هذه الجزر اليابانية هناك قريبة جدا من مواقع عسكرية للولايات المتحدة داخل اليابان. نعلم أن هناك مواقع عسكرية للولايات المتحدة داخل اليابان فيها آلاف الجنود، وبالتالي يعني رسالة وجها لوجه، لا أريد أن أقول تهديد، ولكن على الأقل إظهار القوة وإظهار السيطرة والهيمنة. هذه الأمور كلها ستقرأها واشنطن خلال الساعات القادمة وتهضمها سياسيا وعسكريا، وبناء عليها يجب أن يكون هناك ردود فعل. إلا إذا كانت واشنطن تعتبر أن ما تقوم به الصين وروسيا الآن هو رد فعل لتصريحات جو بايدن، إذا ما أخذتها في هذا الإطار أنها رد فعل لتصريحات جو بايدن، فأعتقد أن واشنطن ستمرئ هذه التدريبات والمناورات مرور الكرام ولن تعلق عليها كثير. هل تعتقد أن ما يجري هو فرد فقط عضلات بين الدول، أم أن الأمور ستذهب إلى أبعد من ذلك؟ لا، هي ليست فرض عضلات فقط، لأن الصين في نهاية المطاف تعتبر تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وبالتالي هي توضح للولايات المتحدة أنها ليست بمفردها أيضا في هذا الإطار، وربما روسيا من الممكن أن تدخل كلاعب أو على الأقل تحيد بشكل كبير، ولكن في نهاية المطاف طبعا ستقف مع الصين لأن لكن أمريكا قالت بأنها ستتحرك إن تعرضت اليابان أو عفوا التايوان لهجوم. صحيح صحيح، يعني هذا ما سنشاهده، ولكن ايضا يعني اقول لك يعني التصريحات جميله وبراقه، لكن الواقع وارض المعارك تثبت ربما ساعات. يعني الخروج من افغانستان، اعود مره اخرى، وهذا يعني الافغان نفسهم وصفوا ما قامت به اداره جو بايدن بانه تخلي عنهم، وبالتالي لا يستبعد أن تكون هناك تقديرات جديدة للموقف من قبل الولايات المتحدة إدارة جو بايدن، تقول إنه لن نتدخل عسكريا في تايوان، أو يعني التصريحات شيء والأفعال شيء آخر. والصين بالمناسبة قالت إنها في خلال 6 سنوات ستضم تايوان، يعني هذا تصريح واضح وصريح من الصين. كيف سيقابل من قبل واشنطن، وهل يعني واشنطن من الممكن أن تستبق هذا الفعل من الصين بشكل أو بآخر، تمنعه؟ لا نستطيع أن نؤكد، لكن كل ما هو مؤكد الآن أن الصين في طريقها لكي تكون هي الدولة والقوة الأقوى رقم واحد على مستوى العالم. طيب، الخطوات القادمة أو السيناريوهات كيف تتوقع أن تكون؟ هل تتوقع أن يكون هذا التسلح، ما مستقبل هذا التسلح النووي وأيضا العسكري؟ يعني شوفي حضرتك، هو العالم الآن يتوجه مرة أخرى فيما يبدو منذ ما يقرب من عام أو عام ونصف لاستقطابات جديدة، وهذه الاستقطابات الجديدة من الممكن أن تشكل ما شهده العالم قبل ذلك في الستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي من حرب باردة جديدة. هذه الحرب الباردة الجديدة ستضم دولا جديدة وأشكالا جديدة من يعني التحديات، وبالتالي أعتقد واشنطن والدول الغربية الآن أصبحت في بوتقة واحدة، والاتفاق الأخير بين واشنطن وبريطانيا وأستراليا كما شاهدناه قبل ذلك، وحلف شنغهاي أيضا الذي يمثل روسيا والصين، وتم دعوة إيران للانضمام إليه، كل هذه الأمور أعتقد أنها ستشكل مشكلات كبيرة للعالم خلال الفترة القادمة، ستزيد من المشكلات الحالية التي نعاني منها أصلا، مشكلات التضخم والاقتصاد المنهار في عدد كبير من الدول والمجاعات والتغير المناخي. هذه الأمور للأسف كلها إذا ما لم ينظر إليها قادة هذه الدول بشكل محترم يفيد مصالح العالم، ستكون هناك كوارث ليست فقط عليهم ولكن على بقية الدول.
أشكرك إيهاب عباس، صحفي مختص بالشؤون الدولية، كنت معنا من واشنطن. الشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. ختام سوريا اليوم، تفاصيل أو تجدونها على موقع تلفزيون سوريا. إلى اللقاء بأمان الله.